الأول ملك إنجلترا يصبح ملك إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا، وكذلك يدعي لقب ملك. أهلا بكم إلى ذاكرة اليوم 28 من مارس. ففي العام 1939 استسلام العاصمة الإسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانكو. في العام 1941 الحكم على المناضل الجزائري مصالي الحاج بالسجن 16 عاما وبالنفي 20 عاما بعد السجن من قبل محكمة عسكرية فرنسية. في العام 1953 ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية. في العام 1962 انقلاب عسكري في سوريا بقيادة عبد الكريم النحلاوي ضد حكومة معروف الدواليبي. من الذاكرة. ومن ذاكرة 28 من مارس في العام 1970 طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها من ليبيا، وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. في العام 1998 البرلمان السوداني يقر الدستور الجديد للبلاد. في العام 2005 إصابة 7 مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا على البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد المساخر لدى اليهود. وفي العام 2009 اغتيال القائد الشيشاني سليم ياما دايف في إمارة دبي. من الذاكرة. ومن ذاكرة 28 من مارس في العام 2014 تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي الناتو. في العام 2015 جيش الفتح الذي يضم 9 فصائل يسيطر على مدينة إدلب بعد 4 أيام من المعارك مع الجيش السوري. في العام 2017 أمازون الأمريكية تستحوذ على شركة سوق دوت كوم الإماراتية، إحدى أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الوطن العربي. من الذاكرة. ومن مواليد 28 من مارس في العام 623 مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية. في العام 1868 مكسيم غوركي أديب روسي. في العام 1986 ولدت الليدي غاغا المغنية الأمريكية. من الذاكرة. ومن وفيات 28 من مارس في العام 1943 سيرجي رخمانينوف موسيقي روسي. في العام 1969 دوايت أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة 34. وفي العام 1976 توفي علي أمين الصحفي المصري ومؤسس جريدة أخبار اليوم. في العام 1978 توفي وديع حداد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. من الذاكرة. إلى اللقاء.